76 عملاً روائياً في اللغة الثلاث، شاركت في جائزة آسيا جبار في طبعتها الثانية التي نظمت بإشراف المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. المنافسة كانت قوية حسب أعضاء لجنة التحكيم التي ترأستها نجاة خدة. mais aussi à ceux nombreux qui étaient au seuil de la nomination qu'ils n'ont pas démérité et que leur tour d'être distingué viendra sans doute prochainement. فاز بالجائزة الأولى في الرواية الناطقة باللغة العربية سمير قاسمي بمؤلفه الماشاء الذي لقي صدى كبيرا في كثير من الدول العربية. هذا التتويج يمثل لي يعني كخاتمة بعض الجهود التي قمت بها هذه السنة، يعني هو اعتراف المشهد الأدبي والنقدي والصحفي أيضا والإعلامي في الجزائر بالرواية، هذه رواية المشاء التي لم يمضي على صدورها إلا 6 أشهر ولكنها لحد الآن تحظى باهتمام نقدي وجماهيري كبير، يعني خاصة في الوطن العربي. فيما فاز بالجائزة الأولى في اللغة الأمازيغية الكاتبة ليندا كواداش في الحكاية الأخيرة وجمال ماتي الفائز عن الرواية باللغة الفرنسية. ce prestigieux prix qui porte le nom de la grande romancière universelle Asiya Jubbar. Je suis encore optimiste pour la littérature berbère parce que nous avons de belles plumes, nous avons des auteurs qui écrivent, qui ont de belles plumes. Donc je reste optimiste même si nous venons de passer de l'oralité à l'écrit. même si le roman et l'édition ont été mesurées récentes. آسيا جبار مؤلفة وكاتبة جزائرية قدمت الكثير للأدب الجزائري، وهذه المناسبة أقل ما تكرم به الراحلة تخليدا لمسيرتها الحافلة التي يستفيد منها الكثير من المؤلفين الشباب، وفي انتظار مشاركة أقوى وأكبر في الطبعات القادمة.